لم يبق من العيد، لم يبق من العيد أو إلى العيد إلا قليل. فنذكر لازما بفريضة لازمة للصيام، ألا هي زكاة الفطر. ونذكر والدين النصيحة أن ما يفتى به الناس أن يخرجوا زكاة الفطر مالا سائلا، يعني كما يقولون كذا دينار أو كذا درهم أو كذا ما يسمونه عندنا من العملة العبرية، هذا كله باطل. ويعني حتى يعلم الناس أنه باطل ليعلموا أن العلماء أصلا مختلفون عليه كثيرا. فمن أوهمكم أن زكاة الفطر تخرج مالا كما يصام رمضان وأن الأمر لا ريب فيه كذبكم. عامة علماء المشرق يقولون بإخراج زكاة الفطر طعاما وأنه لا يجزئ إخراجها مالا، يعني ولا أحتج بهذا، ولكن أحتج عليهم ليعلموا أن إذا أوهم الناس أنه إجماع فهو كذب. يعني علماء الجزيرة العربية يقولون بوجوب إخراج زكاة الفطر طعاما ولا يجزئ من أخرجها مالا، واضح؟ هذول هون تبنوا أن يخرجوها مالا، فصار رأي عالم ورأي عالم، والآراء كلها ليست بشيء. كما قال ما هم إذا قلت كما قال أحمد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يعني ما العلماء أعلم بأحمد النبي. طيب أحد العلماء أحمد بن حنبل قال لا تخرج زكاة الفطر إلا طعاما، فقالوا لأحمد بن حنبل عمر بن عبد العزيز قبلك بزيادة على 100 عام قبلها مالا، فقال أحمد بن حنبل أقول لهم قال رسول الله ويقولون لي قال عمر بن عبد العزيز، فاليوم نقول لكم قال رسول الله، فلا تقولوا قال المفتي ولا قال الخطيب، القول ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إن الله فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين. ومن حديث صاحبه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نخرجها صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، الأقط اللي هو لبن جميد، أو طعام، واضح يا أخواننا؟ فهذا كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس في العبادات كما يقولون ويعلمون، واضح؟ أقرب لكم ولهم، إذا خرجت يا أخي إلى الحج ثم لزمك نسك يعني دم في الحج الذي قصر عن شيء أو أصاب محظورا فعليه دم نسك، هذا معلوم لنا يا أخوان. سلهم جميعا هل يجوز لك ألا تذبح النسك وأن تخرجها مالا للفقراء؟ لا يجوز، فما قال الله نسك لا يخرج إلا نسك. فمن قال نراعي فيها مصلحة الفقير قال له كل العلماء يا أخوانا لا ينبغي لك، ومصلحة الفقير باب آخر. وزكاة الفطر اليوم كما شهدوا على أنفسهم كان الأمر في الحج لمن أصاب محظورا أو قصر عن مأمور أن يخرجها دم نسك ذبح ولا يجزئ فيها المال. وفي زكاة الفطر قال عليه الصلاة والسلام طعمة ولم يقل نفقة، الله تبارك اسمه يعلم ما يقول، قال أنفقوا تصدقوا، هنا قال طعمة، فكيف تخرج الطعمة إلا طعاما؟ وهذا ليس رأينا، هذا عمل أصحابه الأعلم به،
كانوا يخرجونها طعاما تصريحا من لسانه، صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو طعام. والصاع مكيل، الصاع كيل وليس عدا ولا نقدا، الصاع ما يكال به. واضح يا أخوانا؟ فمن قال لكم اليوم نخرجها 9 شواكل على اعتبار ما يسمونه، طبعا فصلنا في هذا، ولكن أزف أن يخرج رمضان فنذكر والدين النصيحة، من قال لكم أنها أيسر للفقير فقد اعتدى على الله. هذا يعني أن نبي الله بقولهم، وأن الله لا يعلم مصلحة الفقير ولا يفعل ولا يأمر لتيسير أمر الفقير، ثم جاءوهم فأدركوا ما لا يدرك الأنبياء، تعالى اسم الله، أو ما كما يزعمون أن الله لم يقل هذا. واضح يا أخوانا؟ فإذا قال الله لنبيه طعاما فكيف تخرج؟ فكانت أيام النبي وأصحابه طعام، كان مع أصحاب نبي الله مال؟ قولوا لي. كان عندهم طعام، وكان عندهم دراهم الفضة ودنانير الذهب، كان عندهم. هل أخرجوها طعاما أم أحالوها مالا؟ طعاما. فلما أخرجوها طعاما وقد وجد المال بين أيديهم، أصحابه جميعا نعلم أن خلافهم بدعة، وأن البدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أراد منهم تيسير أمر الفقير فلينفق على الفقير مما شاء، أما مناسك الله فلا تؤدى إلا كما أمر الله. مناسك الدم دم، ومناسك الصيام صيام، والكفارة على وجهها، والصلاة على وجهها. قولوا لي يا أخوانا، الصلاة فريضة أمر الله بها أن تصلى كما أمر، فإن جاء لكم من يقول لا تصلوها وادفعوا للفقير ماله، بصير تيسير مصلحة الفقير ومراعاة مصلحة الفقير؟ أبدا. قال الله كما قال تبارك اسمه، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. أموالهم هاي بكل أعطيه أنفق، إنما زكاة الفطر طعام، فمن أخرجها مالا كما يقولون 9 شواكل أو 10 أو 20 بط بكل، كما قلنا مراعاة أو تيسيرا على الفقير. أغلب الفقراء اليوم معهم هواتف محمولة، صحيح؟ فأخي بحسبة الفقهاء والخطباء، بدل أن تخرجوا 9 شيكل، ما إذا الطعام صار شواكل، أنا بقول لمن يعني يسمع من خارج هذه البلاد، الشيكل يا أخوانا لا أشكل عليكم دينكم، هي العملة العبرية التي يعني فرضها هذا الاحتلال، ذكروني على هذا الاحتلال. ف اليوم الفقراء معاهم هواتف، فهل لك كما أحلت الطعام مالا، هل لك أن تحيل المال شرائح اتصال؟ مش أنت أعطيت؟ فلو جاء رجل يخرج الزكاة شريحة اتصال فيها رصيد بكذا، يعني فيها رصيد ما يوافق زكاة الفطر، تيسيرا على الفقير، ما هو عشان يتصل على أرحامه في العيد، أليس عملا صالحا؟ هيك بيقولوا. لا باطل يا أخي ولا لا أخوانا. فإذا جاءوا يقيسون قاس كل قائس، فالأصل أن يتبع هذا النبي الأم أمي. قال الله تبارك اسمه، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قال قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا قال تبارك اسمه لنبيه أن أخرجوا زكاة الفطر طعمة صاعا 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 من طعام، كلام بين؟ نعم. أيوة أخونا يسأل على الصاع، الصاع نعم، يعني خلينا نجيب على الأول. أما الصاع ساعة، الصاع كيل، الصاع يا أخوان 4 أمداد، هذا مد. لما تسمعوا قال عليه الصلاة والسلام، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد